بقالنا 3 ساعات واقفين. اعمل حاجة في العربية يمكن تدور. أنا بشتغل قدامك أهو فقدرت. ما تعمل حاجة أنت. أعمل إيه؟ أنا سواق وينش يا ابني مش ميكانيك السيارات. خلاص اقعدوا فيها للصوت بعدين احلها ربنا. اقعد فيها لوحدك، أنا وصلت الأمانة وخلاص. أنا ما أقدرش أسيب مراتي وابني لوحديهم. مش كده يا جابر؟ أنت يا جدع. خد الكسر يا عم معروف. اعمل له ايه بقى؟ انا همسكه من العافيه. اهلا يا دكتور. عقبال البكار يا عريس. عقبالك انت يا دكتور الهنا. مش قلت لكم انها هتوافق طوالي؟ طوالي مين؟ دي ما وافقتش الا والسكينه على رقبه ابنها. يعني كانت معترضه؟ قول له انت بقى يا سالم بيه. دي بهدلتني بهدله اللي هي. بس بيني وبينك البت تستاهل. ايوه بس كده يعني تبقوا دخلتوا في جريمه اغتصاب. جريمه ايه بس؟ هو كان حد شايف حاجه؟ مش يجوز يعني انها تحكي لجوزها على كل اللي حصل؟ في واحده تحكي على فضحتها. لنفرض يعني 1 في المليون انها حكت لجوزها عن كل اللي حصل. عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ هيحصل ايه يعني؟ فضيحه بجلاجل لراجل السياسه، مصيبه لراجل الاعمال، والنار اللي ما بتحرقش بتلسع. دكتور نازي عنده حق. الله، انتوا ناويين تطيروا الكاسين اللي في دماغي ولا ايه؟ ما احنا لازم نعمل حساب لكل حاجة يا معلم. طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ احنا نخلص منها ونستريح. بس الأول نشوف إذا كان حد شافها وهي جاية على هنا ولا لأ. أنا برواق. أنت زفت. يا عيون الزفت. حد شافك قاد وأنت جاي بدور؟ حد شافني؟ أيوة يا معلمة، ده أنا واعي للحاجات دي قوي. خلاص. اطلع خلص عليها هي وابنها. وتويهم في أي حتة. أخلص. أخلص على مين يا معلم؟ بدور يا واد. بدور؟ بدور ما مشيت يا معلم. إيه؟ مشيت؟ أيوه مشيت، ولسنت كده بشوية كلام قبل ما تمشي إنها هتفضحكم في البلد كلها، بس الكلام ده بقى بتاع وقته، من زعلها يعني. محدش طلب رأيك، أنت تتفضل وراها في البيت، في الشارع، في أي حتة، المهم إنك تخلص عليها قبل ما جوزها يرجع تاني يوم الصبح، أنت فاهم؟ فاهم، بس من غير مؤاخذة الكلام ده يلزم له اتفاق تاني. ادفع لك اللي انت عايزه. وانا خدام اللي يدفع. يا بدور. ام حضرة الضابط. بدور. ايه اللي حصل؟ ايه اللي قطع هدومك كده؟ بدور خلاص. بدور ماتت يا جابر. قتلوها المجرمين بعد ما قتلوا شرفها وشرفها. فهميني ايه اللي حصل؟ أرجو عرضك راحوا يا جابر، خدهم اللي ما بيرحموش. بدور فهميني، أنت بتتكلمي عن مين؟ المعلم اللي بتفديه بروحك، وسالم به نصير الغلابة اغتصبوا مراتك. اغتصبوها والسكين على رقبة ابننا الغلبان، وكانوا حطوه على رقبتنا ما كانش همني. ما ضيعت روحي بدل ما ضيع شرفي. طب يعملوا كده ليه؟ ايه اللي ناقصهم في الدنيا عشان يعملوا كده؟ انت حظهم يا رب، انت حظهم. جابر Thank you.
السفر لقى مراته مع عاشق اتخانق معاه وحدفها من فوق السطوح فماتت. جيت حامى في المعلم. المعلم رفض انه يتسطر على مجرم وقاتل. انا مراتي عايشة وهداك جايب اكل البوليس لان كل الناس تعرف حياتكم يا كلاب. عايشة ايه يا ابو؟ عايشة ايه؟ دي زمانها بتاكل رز بلبن مع الملايكة فوق. لا بتقول عايشة. عايشة ايه يا ابو ده؟ وبإيديا. وانا اللي عينت الجثة. كلاب 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 محكمة حضوريا على المتهم للأشغال الشاقة المؤبدة. ليه سكت طول الجلسة؟ ليه ما قلتش الحقيقة؟ ولو قلت كان حد هيصدقني؟ بس ده حكم ظلم. القاضي حكم باللي سمعه وربنا هيحكم باللي شافه. أنا هنتقم منهم باللي في قلبي. في يوم من الأيام هنتقم منهم وانا ملبسهم الكلبشات دي في ايديهم. ابراهيم لو انت صاحبي وحبيبي حقيقي اقتل مرسي. ايه اللي بتقوله ده؟ اقتله قبل ما يكبر ويلاقي نفسه عايش في غابه مليانه وحوش ومجرمين هينهشوا لحمه وكسروا عظمه. انت بتقول ايه يا جابر؟ طب ابوس ايدك ما تعلموش الاخلاق. علموه يطلع مجرم شراني وكل يوم وحب. كل يوم احكي له على اللي جرالي انا وامه عشان يوم ما اطلع من السجن يحط ايده في ايدي ونصفي حسابنا مع كلاب. لا يا جابر لا، مرسي هيتربى كويس وهيبقى حاجة كبيرة زي ما اتمنيت له انت وامه. حط بقى كده. اعمل قلت لك عليه يا ابراهيم، هات يزورني دايما في السجن ويشوفني مسلول ورا الغبار عشان الناس تفضل قايدة بقلبه لحد ما اخرج. طلعوا مجرم يا ابراهيم، مجرم مجرم مجرم. يا معلم نعمين. زمان في الحي ده كان في معلم اسمه القوسي بيشتغل في المينا شحن وتفريغ. يا ترى سمعت عنه؟ طبعا سمعت عنه. عقبال عندك، ده اكبر تاجر في البلد، ده بيلعب بالملايين لعب. ما شاء الله. وكان ليه واحد صاحبه في الاتحاد الاشتراكي اسمه سالم بيه. لسه في الاتحاد الاشتراكي؟ الاتحاد الاشتراكي تعيش انت من زمان، وسالم بيه بقى عضو في البرلمان. الله، بلاك انت ما عندكش فكره على اللي بيحصل في الدنيا ولا ايه؟ انا اصلي كنت مسافر في بلاد بعيده يا دوبك واصل النهارده. تشكر يا معلم. السلام عليكم.